بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة الخامسة في الكورس بتاعنا، والمحاضرة الرابعة في الشير ستريسز. هي الحقيقة استكمال المحاضرة اللي فاتت، يعني احنا لسه بنكمل برضه الشير ستريسز ديو تو ترانسفيرس لودز ان بيمز. هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها الشير فلو. الحقيقة كنا ابتدينا، يعني كنا جبنا سيرتها في المحاضرة اللي فاتت. النهارده المحاضرة دي هنتكلم عن فكرة الشير فلو نفسها، ونستنتج المعادلة بتاعتها، وهندي شوية examples. كنا المرة اللي فاتت قلنا ان لما كاميرا بتتعرض ل vertical force او ال vertical forces بقى along the span بتاعها، اللي هو بنسميهم transverse loading. transverse loading ده عشان نميزه عن ال axial forces اللي ممكن تيجي في محور الكاميرا. لا، دي يعني دي متعارضه او على محور الكاميرا في الترانسفيرس دايركشن، سواء هي كونسنتريتد او ديستريبيوتد، بتخلي الكاميرا يحصل لها بيندنج او ديفليكشن او بيندنج مومنتس. داخليا بيحصل للكاميرا بيندنج مومنتس وشير فورسز. البيندنج مومنتس احنا عارفينها بتميل انها تخلي الكاميرا يحصل لها ديفليكشن، و نقدر نرسم بيندنج مومنت دايجرام. الكاميرا بيحصل لها ديفليكشن، طبعا بيفضل في اسامبشن ان البلين سيكشن ريمينز بلين افتر بيندنج، وبالتالي ما بيحصلش ديستورشن للسيكشن. ده الاسامبشن اللي مبني عليه كل شغلنا. لو تخيلنا ان الكاميرا دي كان هيحصل لها نوع معين من الديستورشن، اللي هو انها لو كانت مكونه من مجموعه من البلانكس او الفلانجات او البليتس ورا بعضها، كان هيحصل لهم ديسلوكيشن بالمنظر ده، او سلايدنج للبليسز فوق بعضها. ده ما حصلش، وبالتالي ما دام ما حصلش يبقى في مقاومه لانه يحصل، يعني في ستريسز في الاتجاه الطولي بتاع الكاميرا او الاتجاه التانجنشال للديفليكتد شيب بتاع الكاميرا. دي بنسميها لونجيتيودنال شير ستريسز او كومبلمنتري شير ستريسز، لان في ترانسفيرس شير ستريسز اللي هي نتيجه الشير بقى فورس على اللي احنا خدناه. الشير ستريسز اللونجيتيودنال دي اللي هي مع طول الكاميرا، اللي هي بتقاوم ان الكاميرا تتزحلق على بعضها. الكاميرا طول ما هي سوليد خرسانه مثلا او حديد حته واحده، الستريس دي داخليه. اما لو كانت الكاميرا بجد مكونه من اجزاء بليتس، زي مثلا الاي بيم ده عباره عن فلانج وويب واي بيم. طب لو كانت الكاميرا دي ما بتتحمل اتحملت بلودز في اتجاه طولها، كان دول عايزين يعملوا ايه في بعض؟ او لو كانت من بلانكس من الخشب فعلا حقيقة بقى، ففي في حاجة عايزة تزحلقهم على بعض او تعمل لهم سلايدنج. او لو كانت مكونة من مثلا انجلز وبينهم ويب وانجلز زي كده، او اجزاء من الخشب ومتمسمرة بمسامير، او اجزاء من الحديد ومتلحمة مع بعضها بلحامات. اشكال المثلثات دي معناها لحامات. العناصر دي كلها، سواء اللحامات او المسامير او اللزق ما بين البلانكس دي وبعضها، يعني بيقاوم ايه او عايز يحصل له ايه؟ عايز يحصل له السلايدنج ده، عايز يحصل له. ولو ما حصلوش معناها انه عمال يقاوم السلايدنج ده. طيب لو هو جلو لازم نجيب جلو قوي ولا ممكن نجيب جلو ضعيف؟ طب لو هو لحام نلحم قد ايه؟ طب لو هي مسامير نستعمل مسامير قطرها كام ونحطها على تباعد قد ايه عشان تقدر تمسك الكاميرا ما تخليش السلايدنج ده يحصل. السلايدنج ده او الستريسز اللي بتسبب السلايدنج ده بسميها شير فلو. فلو عايز يعني زي ما يكون حاجه عايزه شير ماشي في الكاميرا، فلو سريان الشير ده. مهم قوي قوي للبيلت اب بيمز، اللي هي البيمز المكونه من اجزاء several pieces of materials وconnected مع بعضها بنيلز او سكروز، يعني مسامير او ويلدنج لحامات او جلو. وكل حاجه من سواء الجلو او اللي هو اللزق يعني في حاله الخشب، او اللحامات في حاله الحديد، او المسامير، كل دي ليها قدره، يعني ليها تحمل. فلازم نشوف التحمل بتاعها قد ايه والشير فلو اللي ماشي قد ايه عشان نعمل تشيك او نعمل ديزاين لقوة الكونكت نفسها. هو ده درس النهاردة الحقيقة. طيب لو عندي انا عندي كاميرا، لو كان قطاع الكاميرا حاجة زي كده ومتلزقين في بعضهم وبيحصل له بقى بيندنج مومنت. احنا قلنا ان لو خدنا
طول صغير من الكاميرا دي اكس، يعني طبعا الكاميرا دي في الاتجاه الطولي بقى طويل، خدنا حته منها بس دي اكس. المومنت في اولها مومنت، بندنج مومنت على الكاميرا ام، وفي اخر الدي اكس ده هيبقى هيختلف، هيبقى ام زائد دي ام. الفرق بينهم ده هو طبعا نورمال ستريس على الكاميرا، بس هو النورمال ستريس اللي هو الضغط فوق وتحت، ده ضغط مثلا فوق وشد تحت، بيقابله الناحية التانية ضغط مش قده، لأن ده نتيجة ام في واي على اي، دي بقت ام زائد دي ام في واي على اي، فيبقى هتدي ستريس. اذا كان هنا ستريس سيجما يبقى ده سيجما بلس دلتا سيجما، مش قد بعض. مين بقى بيقدهم هو، او يعني بيعادلهم او بيعملهم ايكوليبريم، هو الدي اف ده، او الشير اللي ماشي في الاتجاه الطول، وده بنسميه كومبلمنتري ستريس. نتيجة اتزان بقى للحاجة بيبقى الشير ده اهو هو قد الشير اللي في الاتجاه التاني، تمام؟ بس هي فورس في الاخر، فورس ماشية، فالفورس ده هي اللي استنتجنا منها الشير ستريس. وبالتالي الشير فلو ده، الشير فلو هو الشير فورس لكل يونت ديستنس، يعني لكل دي اكس، دي اكس في اتجاه طول الكاميرا، يبقى في يونت ديستنس اون ذا هوريزونتال اريا along the x direction. x direction اللي هو طول الكاميرا، حتة منه اللي هي كل وحدة طولية من طول الكاميرا قد ايه فيها شير ستريس او قد ايه فيها شير فورس. يبقى الشير فورس اليونت ديستنس او اليونت لينث من الكاميرا بنسميها شير فلو، تمام؟ شير فلو. الشير فلو ده حسبته احنا قلنا ان هو قد الشير ستريس اللي بيتحسب للقطاع، وبالتالي الشير ستريس لو كان في في كيو على اي في تي، فهيبقى طبعا الشير فلو ده فورس، يبقى الفورس بير يونت ثيكنس يبقى هيتضرب في تي، يبقى الاستريس في التخانه هو اللي هيساوي الشير فورس. يعني الاستريس اللي هنا ده في التخانه بتاعت الويب هو ده الفورس اللي رايح في اتجاه طول الكاميرا، تمام؟ يبقى بيتجاب. طب احنا كنا بنجيب الستريس عند مثلا بين الفلانج والويب ازاي؟ مش كنا بنقول الاريا اللي اترمت فوق دي في دراع المسافه، وبعدين نقسم على الاي بتاعت الكاميرا كلها ونقسم على التخانه؟ لا، ده كل الاستريس اللي في التخانه ده كله راح هناك قدام، فهو ده بقى الشير فلو اللي ماشي في طول الكاميرا، ماشي بيتحرك في الكاميرا. ده مش هيبان قوي كويس قوي غير بالاكزامبلز طبعا، تمام؟ الشير فلو ده اللي هو بين مثلا الفلانج والويب اللي هو رايح في الاتجاه الطولي ده، يعني نمسكه بمسمار، يبقى ساعتها القطاع ده بس اللي شايله. طيب يا اما مثلا اذا كان دي الفلانجة والاتنين ويبز دول، يبقى المسمارين دول هما اللي بيمسكوا الموضوع ده، يبقى الشير اللي بيحصل في القطاع ده بيتنقل او بيتمنع انه يحصل ديسلوكيشن او سلايدنج عن طريق مسمارين او اتنين لزق، وممكن يبقى فيه اكتر، يعني يبقى فيه 3 ويبز مثلا، يبقى الشير اللي بيتحسب عند القطاع ده بيتشال، ال3 مسامير دول او ال3 لزقات دول هما اللي بيمنعوا ان يحصل سلايدنج، وبالتالي هما اللي بيقاوموا الشير ده. الاستنتاج بتاعه دي استنتاج المعادلة، منها في الاخر بنوصل لان الكيو الشكل اللي تحت خالص ده بتساوي الفي في الكيو على الاي، ما بنقسمش على التخانة بقى، او يعني بمعنى تاني بنضرب الاستريس في التخانة، بدل ما نجيب الاستريس وبعدين نضربه في التخانه، من الاول احنا نجيب كيو في كيو على اي، ما نقسمهاش على التخانه، يبقى دي ساعتها الشير فلو للتخانه دي كلها، تمام؟ فهيبتدي بقى المسمار بتاعنا اللي هو محطوط كل 20 سم، يبقى هو اهو بص الدايمتر بتاعك 3 مللي ومحطوط في 20 سم، تمام؟ يبقى المسمار ده شايل الاستريس في التخانة اللي هي ال20، الاستريس في التخانة اللي هي ال20 دي في المتر الطولي. طب هو ماله مال المتر الطولي؟ هو 200 مللي، يعني 0.2 متر، فنجيب الشير فلو ده ونضربه في المسافة 0.2، يبقى دي مسؤولية المسمار، يبقى دي الفورس اللي شايلها المسمار. طب الفورس اللي شايلها المسمار على مساحة المقطع يديك الاستريس اللي على المسمار، مساحة مقطع المسمار يعني، يبقى الفورس اللي شايلها المسمار هي الشير ستريس في التخانة بتاعته في المسافة، يبقى الشير ستريس اللي جبناه ده هنضربه في التخانة اللي هي 20 مللي يدينا شير فلو،
او يعني من الاول ما كناش نقسم على ال 20 مللي دي، يبقى ده شير فلو. الشير فلو ده هنضربه في التباعد اللي هو 200 مللي اللي هو 0.2 متر، يعني يدينا الفورس لكل مسمار، هو اصل مسمار واحد بس اللي شايله، فالفورس في المسمار 1350 نيوتن. طيب مساحة المسمار كام؟ باي على 4 في قطره 3 مللي يبقى 0.03 تربيع. الفورس اللي هي 1350 على القطر ده فبتدي 191 ميجا باسكال. هو كان طالب الستريس يعني في المسمار، الشير ستريس في المسمار. تمام، دي مسألة شبهها جدا بس الطلب مختلف شوية. فبيقول برضه بلانكس زي كده نفس الحكاية بالظبط كده. و اوجد بقى تباعد المسمار اذا كان الاوبل شير فورس للمسمار 0.6 كيلو نيوتن. خلي بالك قوي من الوحدات، ال 0.6 كيلو نيوتن دي وحدة قوة مش وحدة ستريس، يبقى المسمار بيشيل 0.6 نيوتن بصرف النظر هو الدايمتر بتاعه كام ولا الستريس بتاعه. هو ما ادكش ستريس، اداك فورس على طول. حتى لو كان مديك الدايمتر بتاع المسمار ما تتلخبطش، يعني هو مديهولك عشان يوقعك يعني، لا هو ما دام الفورس مديها لك بوحدة فورس اوعى بقى تقوم ضاربها في المساحة ولا لا لا لا. هو لو كان مديك، حتى لو كان مديك الدايمتر، لو كان مديك ستريس كان هيبقى كيلو نيوتن على الملي متر مربع، او نيوتن على الملي متر مربع، او ميجا باسكال، دي وحدة ستريس. تقوم ساعتها ضاربها في ايريا عشان تجيب فورس، يبقى الفورس في المسمار كذا اوجد تباعد المسمار. نفس المسألة اللي فاتت بقى، ده تي سيكشن. أول حاجة هنوجد السي جي بتاعنا فين، فلقينا السي جي على بعد 87.5 ملي متر. اوكي، يبقى هنبتدي نجيب الاي اكس للقطاع كله. المساله دي من المسائل الحلوه قوي لانها ستيب باي ستيب موجوده بالارقام وسليمه يعني. فالاي للقطاع كله هنجمع بقى ال خمس الفلانجه الاول اللي هي 200 في 50 تكعيب على 12، وبعدين هنعمل نقل محاور 200 في 50 في 62 ونص اللي هو ال 50، والفرق بين ال 25 ال 87 ونص دي لو شلنا منها 25 هتبقى 62 ونص تربيع. هنيجي بقى للويب، هيبقى 50 في 200 تكعيب على 12 زائد 50 في 200 في مسافة النقل، طلع بالصدفة يعني 62 ونص برضه تربيع. جمعنا الكلام ده طلع 110.56 في 10 أس 6 مليمتر أس 4. تمام، الجانكشن بقى اللي هو الاتصال ما بين البلانك دي والفلانج والويب، يعني الشير فلو بنحسبه. يبقى الشير فلو كيو اللي هي اريا في واي بار يعني، مضروبه في الفي اللي هي الفورس الشير فورس على اي. الشير فورس قال لك 3.5 كيلو نيوتن يعني 3500 نيوتن. شوف انا كاتبه هنا كل حاجه جنبها وحدتها. وبعدين المساحه في دراع المسافه الاولاني 200 في 50 في السي جي بتاعها هيبعد 62.5 مم، كل ده بقى بالمليمتر، فمليمتر اس تكعيب على الاي اللي لسه حاسبينها اللي هي الاي بتاعتنا 1.36 في 10 اس ناقص 6 متر اس 4، او يعني ال 10 اس ناقص 6 دي تبقى 10 اس 6 ملي متر اس 4. عملنا الحاجات دي كلها كده طلع 20 نيوتن لكل ملي متر طولي في اتجاه طول الكاميرا. يبقى في اتجاه طول الكاميرا في شير فلو قيمته 20 نيوتن لكل متر. This means that the force of 20 نيوتن is to be transferred from plank to another لكل ملي متر. ركز قوي في الوحدة نيوتن على المليمتر، يعني كل مليمتر شايل 20 نيوتن. طيب إذا كان السبيسينج، هو طالب السبيسينج ما بين المسامير وبعضها، السبيسينج اس ما نعرفوش، يبقى ال 20 في الاس دي لازم لا تتجاوز القوة اللي يقدر يشيلها المسمار اللي هي 0.6 كيلو نيوتن اللي هي 600 نيوتن. المسمار يشيل 600 نيوتن ومحطوطين على مسافة اس، وهو مسمار واحد يعني محطوط على مسافة اس، والشير فلو 20. يبقى اذا 20 في اس بتساوي 600، يبقى الاس 600 على 20 يبقى 30 مللي. يبقى كل 30 مللي، كل 3 سنتي لازم ندق مسمار. ده اللي كان مطلوب. اكزامبل بعديه شبه هو جدا، بس دي فلانج و تو سايدز واقفين نفس الخطوات. هنجيب الواي بار برضو لان القطاع ده مش متماثل حوالين منتصفه، فعايزين نجيب نلوكيت، نجيب اللوكيشن بتاع النيوترال اكسس. فنقعد نحسب كده لغايه ما جبنا اللوكيشن بتاعه 72 ونص. نجيب بقى الاي للقطاع كله، طلعت 120 مليون
مليمتر مكعب أس 4. وبعدين نجيب بقى عند الجنكشن ما بين الاتنين دول، فهنجيب هيبقى 430 في المسافة اي واي بار. تمام، الشير فلو هتساوي الشير فلو بقى ده هنحسب المساحة دي في دراع المسافة ونضرب في الفي على القطاع كله اللي هي 75 كيلو نيوتن ونقسم على الاي للقطاع كله. الشير فلو ده للرجلتين، طب الشير فلو للرجل الواحدة كام؟ نصه، يبقى نص الفي في الكيو على الاي، يبقى نص الكلام ده كله، فطلع 215 كيلو نيوتن للمتر، يبقى كل متر طولي شايل 215، ده الناحية دي، وشايل برضه كل متر طولي شايل 215 بالنسبة للرجل التاني. دي بقى انت تقاومهم بمسامير بلزق بأي حاجة انت عايزها. هو المسألة خلصت بأنه طلب الشير فلو عند نقطة A. الشير فلو عند نقطة A طبعا، لأن في نقطة A ليها مقابل الناحية التانية زيها، فهيبقى نص الشير فلو نتيجة كله، فكل ناحية فيهم نصها 215 كيلو نيوتن لكل متر طولي. تاخد بالك قوي قوي قوي. الاكزامبل اللي بعد كده مكون من اتنين بلانكس وممسوكين ببعض بصفين من المسامير، وبيقول لك ان المسامير دي تباعد بينها 150 مليمتر في طول الكمر. قطاع الكمر عبارة عن 50 في 150 وعليه شير فورس في. الشير فورس دي قيمتها عنده بقى مطلوبين، مرة بيقول لك ان الشير فورس دي قيمتها 3 كيلو نيوتن، واوجد الفورس في المسامير، الشير فورس في المسامير. ومرة تانية بيقول لك اذا كان كل مسمار ما يقدرش يتحمل اكتر من 2.5 كيلو نيوتن، هاد وهما محطوطين على تباعد 150 مللي، هات اقصى قيمة في يقدر يشيلها القطاع. تعالى ناخد بقى الوضع الاول، اول خصائص القطاع. جيفن طبعا ان الحاجات اللي مديها لك ان التو بلانكس قد بعضهم بالظبط، سمكهم 50 مللي وعرضهم عرض القطاع 50 مللي، والتخانات بتاعه التو بلانكس هم متساويه 50 و50، التباعد بين المسامير 150 مللي. وهنبتدي نجيب خصائص القطاع. خصائص القطاع طبعا بما ان هو متماثل فيبقى النيوترال اكسس في المنتصف على بعد 50 مللي من تحت او 50 مللي من فوق، فده النيوترال اكسس. طب مومنت اوف انرشيا للقطاع سهله خالص، بي دي تكعيب على 12، 150 في 100 تكعيب على 12، فبتساوي 12 ونص في 10 اس 6 مللي متر اس 4. ده المومنت اوف انرشيا، عزم القصور الذاتي للقطاع كله. طب احنا حاطين المسامير دي عشان نربط ايه بايه؟ عشان نربط البلانك الفوقاني بالتحتاني. طب ايه الشير فلو اللي موجود هنا في اتجاه طول الكاميرا اللي هو كومبلمنتري شير بتاع الشير الفيرتيكال؟ الشير الفيرتيكال او الشير اللي موجود عند القطاع ده بيساوي الشير فلو اللي هو الهوريزونتال فورس لليونت لينث اللي هي في اتجاه طول الكاميرا عند اللور سيرفيس من الابر بلانك اللي هو الجزء ده، هتساوي في في كيو على اي. الكيو عند القطاع ده هو مساحة الجزء الفوقاني مضروب في دراع المسافة. ايه المساحة بقى؟ اللي هي 150 في ارتفاع الخشب الواحدة اللي هي 50، يبقى 150 في 50 مضروبة في مسافة كام؟ تبعد قد ايه عن النيوترال اكسس؟ تبعد نص الارتفاع اللي هي 25، يبقى 150 في 50 في 25 ب 18، ب 178 1500 ملي متر تكعيب. الشير فلو بتساوي الفي في الكيو على الاي. الفي اللي هي اللي مديها لك بقى اللي هي 3 كيلو نيوتن اللي هي 3000 على في مضروبه في الكيو اللي هي 178500 مقسومه على الاي اللي هي 12 ونص مليون ملي متر اس 4. الكلام ده لو عملناه هنلاقي 45000 نيوتن او 45 نيوتن على الملي متر. 45 نيوتن على الملي متر يعني 45000 نيوتن للمتر. المتر ايه؟ الطولي في اتجاه الكاميرا. ده الشير فلو المنقول في اتجاه الطولي للكاميرا 45 نيوتن لكل كل ملي متر من طول الكاميرا. طيب ده منقول بواسطه اتنين مسامير. الاتنين مسامير دول محطوطين على مسافات قد ايه؟ على مسافات تباعد اس او 150 ملي. ف
اذا الفورس في كل مسمار هو الشير فلو المنقول في التباعد. الشير فلو المنقول بالمسمار هو نص الشير فلو المنقول بين الخشبتين بتوع الكمر او نصفين الكمر. فالشير فلو اللي احنا جبناه 45 ده نصه اللي هو 22 ونص في التباعد اللي هو 150 هيدينا 3370 نيوتن او 3.37 كيلو نيوتن. كل مسمار شايل 3.37 نيوتن. طب ده كتير. قال لك اذا كان المسمار ما يقدرش يشيل 3.37 ده يشيل 2.5 بس او يعني 2500 نيوتن، يبقى والتباعد بالمسامير 150 مش هقدرش اضايقهم عن كده. طب يبقى اقصى بقى شير فورس المفروض القطاع يشيلها كام؟ فقال ان اذا كان المسامير على تباعد 150 واقصى حاجه تقدر تشيل 2500 وهما مسمارين، يبقى المسمارين يشيلوا 2 في 2500 نقسم على 150 عشان نجيب الشير فلو لكل ملي متر المفروض يكون كام. طلع ان المفروض يكون 33.33 نيوتن لكل ملي متر طولي. الشير فلو ده معادله الشير فلو، مش كانت شير فلو بتساوي في في كيو على اي؟ كيو على اي دي خاصيه من خصائص القطاع، يبقى المجهول الوحيد او الحاجه الوحيده اللي بتتغير هي الفي. يبقى الفي على القطاع يجب الا تتجاوز كيو اللي هي 33.33 مضروبه في الاي مقسومه على الكيو اللي هي العزم الاول للمساحه. وجد انها بتساوي 2.22 كيلو نيوتن، يعني 2022 نيوتن هي دي اقصى فيرتيكال فورس على القطاع. المسائل اللي بعد كده كلها شبيهه جدا يعني، وما فيش اي جديد. برضو اي بيم زي كده فيها ابعادها اهي، وفي مسمار فوق ومسمار تحت، و بيقول ان المسافه بين المسامير 25 مللي، واذا كانت الفيرتيكال شير 500 فاوجد الفورس اللي في كل مسمار. هي بالظبط النيوترال اكسس في النص، يبقى الاي للقطاع كله اهي 16.2 في 10 على 6 متر سبعة، والكيو اللي هو الشير فلو المنقول ما بين الفلانج والويب هو الفي على القطاع اللي هي 500 نيوتن في الكيو اللي هي مساحة الفلانجة بس 120 في مساحة الفلانج يعني في المسافة جبناها قبل كده اللي هي اتخانة 0.02 متر و في 100 مللي يعني 0.1 متر في التباعد اللي هو 50 او 50 مللي زائد 10 يعني 60 مللي، 60 يعني 0.06 متر، فبقت 120 في 10 وصلنا على 6 متر. دي بنحطها دي الكيو بتاعت الاريا وعلى الاي بتاعت القطاع، فوجدوا ان هي كيو 3704 نيوتن لكل متر طولي. طيب اذا كان المسامير ده بنقول بمسمار واحد ولا مسمارين؟ لا واحد، الفلانجة في الويب هو مسمار واحد اللي ناقلها، صحيح في واحد زيه تحت بس شايل نفس الفلو، فالفلو ده بتشال بمسمار واحد محطوط على تباعد 25 مللي، يبقى ال 25 مللي في الكيو بتساوي الفورس على في المسمار، فهو 92. اللي بعده بقى برضه نفس الحكاية، المحور واضح بتاع القطاع متماثل، نقدر نجيب منها الاي للقطاع كله والشير فلو عند الفرق بين الفلانجة والويب، متشال بمسمارين يبقى على مسمارين تتقسم على الاثنين يعني، ويتجاب اذا كان المسافات محطوطين على مسافات 100 مللي وكل مسمار يقدر يشيل 750 يبقى هات اقصى فيرتيكال فورس او اقصى شير فورس يقدر يشيلها القطاع. اللي بعده نفس الحكايه، بس لو محطوط القطاع وفي المسامير محطوطه بالاسلوب ده، هي برضه بنجيب الشير فلو اللي هو ما بين الفلانج والويب ونقول انه منقول بمسمارين والمسامير دي على مسافه اس، اوجد اس المسموح بيها اذا كان كل مسمار ما يقدرش يشيل اكتر من 800 نيوتن. فبنعمل كده بنراجع وبنجيب المسمار. مساله كمان بتقول ان برضه الفلانج والويب مركبين مسامير، في عندي موديل بقى A وموديل B، ف الشير فورس على القطاع كله 3.8 كيلو نيوتن، 3200 نيوتن يعني، وده القطاع وحاطين المسامير كده.
فبيقول ان ايه اكثر تباعد لو حطيناها بالنظام ايه، يعني حطينا الفلانجه كامله والمسامير بالطريقه دي، والتباعد المسموح بيه في المسامير هتكون كام. طب لو عملنا الفلانج هو اللي واقف والفلانجه دي كده، يبقى محتاجين المسامير تبقى اقرب ولا ابعد. طبعا كل ما كانت المسامير اقرب يبقى بتنقل شيء، يبقى بيحط مسامير اكتر، وطبعا بين مسمار وبنلحم فيها عماله اكتر وهكذا. فمين قطاع الاكثر كفاءه من التاني في ريزيستنج الشير فورس؟ طبعا لو قطاع كقطاع هو هو، لكن هو الفرق انه انك هتضطر تحط مسامير اكتر في واحد منهم، ايه ولا بي. احسب بقى الاي اكس للقطاع كله. هنبتدي بقى نقول ان الكيو على القطاع بتساوي كذا، طب الاي اكس اي واي، ووجد ان البي از مور افيشنت عن الاي، لان اقل مسامير اقل محتاجين نحطها عشان تنقل الفورس. تمام، لان في الحاله ايه المسامير هتبقى على بعد 78 مللي، وفي الحاله بي هتبقى المسامير ابعد على بعد 97.9 مللي متر. يبقى اذا بي اوفر في عدد المسامير اللي حطها. المثال رقم 9، اعتقد ان ده المثال الاخير. بديك كاميرا وعليها شير فورس، تقدر ترسم الشير فورس دياجرام، وبديك شكل شبه الشكل اللي هو بي اللي فات، وبيقول لك هات اقصى قيمة للود بي. طبعا بتجيب انت الشير فورس دياجرام بيقول لك ان اعلى شير هو هيبقى بي زائد 3، فتجيب اعلى حاجة بي زائد 3 بكام، وتخصم منها الـ3، يبقى دي اعلى قوة بي. ونفس طريقة المسألة هي هي. وكده دي كانت اخر مسألة عندنا وتنتهي المحاضرة. انت بالنسبة للاساينمنت بتاعتك، عن اللي هي اساينمنت بتاع الشير، المسألة الاخيرة بس هي اللي كانت مركبة، وكان بيقول ان عندك مسامير، المسامير دي قطرها 20 مللي، والالاوبل شير ستريس في المسمار 80 ميجا باسكال. طبعا واضح من الوحدة حتى ان ده ستريس، والمسمار قطره 20 مللي، تقدر تجيب اقصى قوة في المسمار. وبعدين القطاع بقى عندك اهو، القطاع طبعا مش متماثل حوالين محور، حوالين السنتر، وبالتالي بتجيب النيوترال اكسس وبتبتدي تشتغل في المسألة. شكرا.